لسه معاكم في نوفمبر 2014 بيبر 3 فاريانت 1. والسؤال الثاني، الراجل هنا بيتكلم عن دايفرز نوت دايفر نط من ارتفاع 8 متر وهيخبط في المايه وهينزل جواها. الدايفر ده وزنه 65 كيلو، واضح ان ده ماس وواضح ان ده هايت، تمام؟ بيقول لي احسب the increase in the potential gravitational potential energy. احنا اتفقنا قبل كده خلاص ان increase او decrease في ال gravitational potential energy، ال gravitational potential energy equals mgh، تمام؟ ال m ب 65، ال g بتاعتي كونستنت ب 10، ال h بتاعتي واضح ان هي 8.0. دول اتنين significant figures، الناتج ده هيطلع لي 5200 جول. يبقى الراجل وهو واقف هنا لسه قبل ما ينط، وهو واقف هنا اهو، البوتنشال انرجي بتاعته بكام؟ ب 5200 جول. طيب السؤال الثاني بيقول لي احسب the speed with which the diver hits the surface of the water, ignore any effect of air resistance. طيب بما ان، تعالوا كده بقى، تعالوا كده، بما ان الراجل قال لي ما فيش air resistance، يبقى انا بكل بساطة عندي القاعدة بتتطبق اللي هي potential energy فوق equals kinetic energy تحت. هو عايز السبيد بتاعته تحت، السبيد بتاعته تحت. طيب بكل بساطة هنقول لحضرتك البوتنشال انرجي، ما دام عندك فري فول مفيش اير ريزيستنس، يبقى البوتنشال انرجي فوق ايكوالز الكاينيتيك انرجي تحت. يعني الكاينيتيك انرجي تحت ايكوالز 5200، لان البوتنشال انرجي فوق هي 5200. طب الكاينيتيك انرجي ايكوالز هاف ام في سكوير، يبقى ال 5200 ايكوالز هاف ام في سكوير. يبقى هنقول له 5200 اللي هي الكاينيتيك انرجي ايكوالز هاف 65 في في سكوير. لو حسبناها هنلاقي ان الفي سكوير في الحاله دي ايكوالز 160. اذا ده معناه ان الفي ايكوالز تقريبا 12.6 متر بير سكند. يبقى الراجل ده لما ينط من هذا الارتفاع هيخبط في الميه بسرعه 12.6 متر بير سكند. تعالوا نشوف السؤال الثالث. بيقول لي In another dive from the same platform, the diver performs a somersault. Somersault يعني شقلبزات، بيتشقلب كده في الهواء. During the descent, he straightens and again enters the water. يبقى الفرق ما بين القفزة دي اللي هو عملها هنا والقفزة التانية انه بدأ بس يعمل شوية شقلبزات في الهواء. Discuss whether the speed of entry into the water is greater than, less than, or equal to the speed calculated in AI اللي هي 12.6 اللي احنا حسبناها. تاني ignore any effect of air resistance. بصوا بقى، الشقلبازات اللي هو بيعملها دي فعليا المفروض ان هي هتزود الـ air resistance، فبالتالي سرعته اللي هيخبط فيها في المية المفروض ان هي هتكون اقل من 12.6 اللي احنا حاسبينها. بس وانس ان الراجل قال لي ignore any effect of air resistance، يبقى بكل اسف ملهاش اي تأثير، وهيخبط في المية بنفس السبيد اللي فاتت. ده كله بسبب ignoring air resistance. عارفين لو ما كانش قال الكلمة دي كنا هنقول له لا والله السبيد هتصبح اقل، لان الاير ريزيستنس هيقلل الفاينل سبيد بتاعته، لان الاكسلريشن بتاعه هيكون اقل. نجيب اجابه جاهزه، بيقول لي سبيد از ذا سيم، طبعا هيخبط في المايه بنفس السبيد، بيكوز سيم جرافيتيشنال سيم لوس ان جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. هو لما نزل من فوق لتحت هو نفس الهايت، فنفس اللوس ان جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. از هي فولز فروم سيم هايت، لانه بينزل من نفس الهايت، and same gain in kinetic energy، ونفس كمية kinetic energy اللي اكتسبها before he hits the surface of water. الماركس كيم مدي إجابة تانية برضو، غير برضو بتدي نفس speed is the same، بس ممكن نقول له والله إن acceleration due to gravity is the same، والمسافة اللي نزلها هي the same، فدي برضو إجابة أخرى تاخد التلات درجات بتوع هذا السؤال. ده السؤال رقم 2، نوفمبر 2014 paper 3 variant 1.